السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعليكم. الحمد لله استلمنا نظر كتاب البارح. أولا أنا أحب أشكر المندوب، لأن بصراحة راجل في قمة الاحترام ده أولا، وثانيا أشكر الشركة لأن هي أول شركة سلمت الكتب السنة دي. أنا لسه ما فيش حد من بقية الشركات كلمني لحد دلوقتي، والكتب دي عندي من أول امبارح كمان، فدي حاجة تحتسب لهم بصراحة. فالنهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيو عن كتاب الباهر، شوف المميزات والعيوب. والله مش مترتبة ومش أي حاجة، يعني لسه هفتح كتاب معاكم دلوقتي وهنشوف محتويات الكتاب ونشوف إيه المميزات والعيوب اللي فيه. والله من رضي الله، يعني مش تبع حد الحمد لله من يوم ما اشتغلت في المجال ده أو في السوشيال ميديا عموما، وأنا مش تبع حد، أنا تبع نفسي، فاللي أنا بشوفه كويس بقول عليه كويس، واللي بشوفه وحش بقول عليه وحش. فيلا مع بعض نشوف الكتاب ونحكم عليه بما يرضي الله. طيب الكتاب جاي لنا زي ما احنا شايفين كده، هو جابوا كل النسخ يعني، بس انا اخترت ستة هنشوف هنبص عليه مع بعض. هو اولا بس في حتة لازم نتكلم عليها، هي حتة الجزء بتاع الفاينل ريفيجن او المراجعة. حجم الكتاب بأمانة ربنا انا عمري ما شفته، يعني بصراحة عمري ما شفت كتاب المراجعة تقريبا نص الكتاب الشرح، يعني شايفين ده الشرح وده المراجعة، ففرق الكتابين من بعض يعني تقريبا نص الكتاب او يمكن اكتر. طيب في معظم الكتب بتنزل الكتاب الشرح وبتنزل معاه كتاب مراجعة صغير كده، مثلا 10 20 صفحة كلام من ده. طيب كتاب المراجعة عموما هو أول حاجة الجرامر، أنا والله لسه فاتح كتاب معاكم دلوقتي. طيب في بس حتة عايزين نتكلم فيها الأول، هي حتة اللي معظم الشكاوي اللي شفتها ناس بتتكلم عليها، هي خامة الورق. هو عموما خامة الورق مش حلوة، مش هقول لك اللي هي ممتازة وكلام من ده، بس هي خامة الورق مش قد كده. بس برضو الموضوع يرجع لان سعر الكتاب زي ما قلنا، سعر الكتاب تقريبا هو اقل سعر كتاب في السوق، فهو يعني ممكن يكون اصحاب الكتاب عاملين الموضوع ده، اصل مش معلش مش هيخسروا حاجه لما ينزل لي ورق اعلى درجه، كله انا اللي هدفع ثمنه، يعني ممكن ينزل لي اعلى درجه يقول لك كتاب ب 200 جنيه، هو يعني اختار خامه رديئه شويه. اي نعم، بس برضو ده معوضه في سعر الكتاب، ان سعر الكتاب قليل، فهو ممكن يكونوا عاملينها يعني ما اعرفش بصراحة السبب ايه، بس غالبا هيبقى السبب ان هو ايه، رأفة بينا يعني بأسعار الكتب الموجودة. وبالنسبة لحجم الكتب برضو زي ما قلنا، ان ده كتاب المراجعة، كتاب المراجعة لوحده 112 صفحة، ما بالك بكتاب الشرح يعني. طيب هو عموما بادئ بالجرامر الأول، مراجعة الجرامر، وبعد كده التدريبات. تمام، صراحة يعني على مضارع بسيط، يعني هو أول حاجة عندنا المضارع البسيط، وجايب لي عليه 1 2 3 4 5 صفح كلهم على المضارع البسيط، بس مراجعة المضارع البسيط relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل، وجايب لي عليها برضو على 1، ودي برضو تبعها ال ED و ING. بصراحة هو يعني تدريباته حلوة أوي، اللي هو بيجيب لك القاعدة التدريبات بتاعتها، القاعدة والتدريبات بتاعتها. فانا مثلا دلوقتي لو انا عاوز ابدا مع حد داخل سته ابتدائي مثلا كورس او حاجه قبل ما نبدا المنهج، ممكن بمنتهى البساطه اقوم جاي سيبك من الشرح دلوقتي خالص، اقوم داخل على الجزء بتاع التدريبات، اقوم شارح له الجرامر اللي فيه كله، واقوم مديله التدريبات دي، نحل التدريبات دي كلها خلاص، يبقى هو داخل بعد كده لما يجي يشتغل في كتاب الشرح يبقى خلاص هو خلص جرامر المنهج تقريبا، يعني الجرامر والتدريبات بتاعته. برضه الورق مش وحش قوي بصراحة، يعني هو معقول، بس طبعا بالنسبة لكتب تانية هو مش قد كده، بس زي ما احنا قلنا طبعا بسبب الموضوع ده. بعد كده بقى راجع الوحدة كلها 4 أو 5 صفح تقريبا على الوحدة، غير الدروس، يعني هو مراجع الدروس الأول وبعدين مراجع الوحدة. فبصراحة هي أكبر نقطة قوة للكتاب بصراحة هي الكتاب المراجعة. يعني أنا واحد من الناس لو هشتغل مع حد من كتاب، يعني في ناس مثلا معايا من بره مصر بياخدوا معايا اونلاين، فبره بيشتغلوا اصلا من الملخصات، يعني في ناس بره بيقول لك احنا بنشتغل من ملخص كذا، فانت غصب عنك بتشتغل منه. بس انا عن نفسي لو هشتغل حتى من ملخص تاني بامانه ربنا والله بما يرضي الله انا هحتاج الكتاب ده، يعني حتى لو هشتغل من ملخص تاني هجيب كتاب المراجعه برضه اشتغل منه. ده بالنسبه لكتاب المراجعه، كل واحده لوحدها. ماشي، خلصنا الوحده، خلص بس الوحدات. انا عايز اشوف بعد كده، بعد كده امتحانات بقى عندنا كام امتحان؟ 6 9 10 13 15، ده بتوع الأزهر بقى، يعني تقريبا 14 امتحان.
14 امتحان، طبعا 14 امتحان غير امتحانات المراجعات اللي على الوحدات والدروس بتاعت الوحدات ومراجعات الوحدات كمان، وبعد كده 14 امتحان. فبصراحة الكتاب ده اوصي اي حد مهما ايا كان الملخص انت شغال منه، هو ممكن تجيبه مع الكتاب وممكن تشتغل لوحده. فلو هجيبه مع الكتاب مفيش مشكلة، لو مش لو هتشتغل من حاجة تانية كتاب ده بأمانة ربنا هينفعك قوي. طيب نيجي بقى على كتاب الشرح، نفس الخامة تقريبا بتاعت الورق. برضو الكلمات يعني ايه حلوة شوية، ان هو مقسمها لي categories اللي هو fruits, vegetables, sports, weather, cities, places in town وهكذا. كلها طبعا let's remember. نبدأ بقى على unit. كلمات معقولة، السنة اللي فاتت كانت أكتر من كده بكتير بصراحة، بس يعني ايه كان فيها كلمات كتير جدا، كلمات قديمة أو كلمات خدناها قبل كده. فهو يعني السنة دي حاول يختصر الموضوع شوية، عشان برضه كان كمية الكلمات اللي بنحفظها، وخصوصا لو أنت بتاخد كونكت وكونكت بلس، كمية الكلمات بتبقى كبيرة قوي. فهو حاول يختصرها السنة دي على قد الكلمات اللي إيه الجديدة يعني. ده بالنسبة لسم 1. تمام، لسم 2. لا هو بصراحة السنة دي حاسس إن هو مختصر شوية. البريزنت سيمبل برضه هو معناه يبقى هو مشرح البريزنت سيمبل من هنا. مثلا لو انا عندي طالب قوي هشرح له البريزنت سيمبل من هنا واخليه يحل التدريبات اللي هنا. طب لو انا عندي طالب ضعيف شويه ممكن اعمل ايه؟ اشرح له البريزنت سيمبل برضه واحل معاه دول، بحيث ان انا افهمه السؤال بيجي ازاي، بيتحل ازاي، كلام من ده. وبعد كده اديله هوم ورك فين؟ هنا. مش لازم اسيب ده على فكره لاخر السنه يعني. انا عن نفسي ما بحبش اسيب كتاب المراجعه لاخر السنه، اللي هو اخر السنه بقى خلاص خلصنا المنهج ورجعنا عن المنهج والكلام ده، يلا نحل فيه بقى. طب وليه؟ انا ممكن استغله. مش لازم تحله يعني. احنا مثلا قلنا هنا المدرج البسيط فيه 5 صفح تقريبا مراجعه على المدرج البسيط بس، او اسئله على المدرج البسيط بس، وفي هنا صفحه كمان اهيت، يبقى 6 صفح. ماشي، ممكن بمنتهى البساطه احل معاه دي لو هو طالب ضعيف مثلا. انا الطالب القوي، انا عن نفسي الطالب القوي ما بحلش معاه حاجه، بسيب بديله كل حاجه يحلها، بحيث ان هو يقابله كل انواع الاسئله ويغلط اقول له اغلط زي ما انت عايز، تعالى لي بقى بعد ما تغلط اشوف بقى ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، انت غلطت في ايه، ليه، طب غلطت في دي، طب دي ما فهمتهاش ليه، طب دي افهمه فكره الجمله، السؤال جاي منين ورايح فين، كلام من ده طبيعي بصراحه. الطلب الضعيف بقى بضطر طبعا ان انا احل معاه. طب لما يبقى عندك كم اسئله زي دي، يعني 6 7 صفح تقريبا على المدرج البسيط بس، اللي هو اصلا كده كده واخده في ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي، تمام. فانا ممكن احل معاه مثلا الصفحه دي، احلها معاه افهمه السؤال بيجي ازاي والجمله بتتحل ازاي وايه بيجي مع ايه والكلام ده كله. بعد كده اقول له تعالى لي بقى يا معلم حل لي مثلا صفحه دي هنا، او حل لي مثلا 10 اسئله من هنا، حل لي 20 سؤال من هنا، حل لي 10 ام سي كيو، 10 مثلا ري رايت، 10 ري ارينج مثلا، اللي هو تنوع الاسئله بيخلي الطالب يبقى يقابله كل حاجه قابلته تقريبا. فخلاص اي سؤال هيقابله بعد كده هيبقى شاف زيه فيعرف يحله. فبصراحة أنا شايف الكتاب يعني كالعادة هو كتاب ممتاز، والسنة دي زي ما قلنا مختصر شوية في الكلمات، لأن السنين اللي فاتت كان بيبقى كمية الكلمات رهيبة. فبصراحة أنا كنت بشفق على الطلاب، أنا هيحفظ إيه ويسيب إيه؟ هيحفظ كل ده إزاي؟ يعني درس الواحد كان بيبقى فيه مثلا 70 80 100 كلمة، هيحفظهم فين؟ فالسنة دي الموضوع لا، الموضوع مختصر قوي. تمام؟ هو بصراحة هو الكتاب ممتاز. المشكله الوحيده في الورق زي ما قلنا، وقلنا غالبا هو السبب في كده يعني. اصل بالعقل كده انا كراجل صاحب كتاب او مؤلف كتاب او مطبعه، ايه اللي يمنعني ان انا اعمل ورق اعلى خامه في السوق او اعلى حاجه ممكنه في الدنيا كلها، اجيب انضف ورق في العالم واعمله؟ انت اللي هتدفع ثمنه. امال بالنسبه يعني السبب المنطقي الوحيد ان هو عشان يوفر لنا مش اكتر يعني. بس هو كتاب عموما انا شغال بيه بقالي كام سنه، وتقريبا من اول ما نزل اولى ابتدائي، حتى ما كانش موجود هنا قبل كده، لما ما كانش موجود قد كده يعني، من 6 سنين او من 7 سنين فاتوا. كان حد جايبه من اسكندريه، اول حد شفته جايب الكتاب ده كان جايبه من اسكندريه. حتى الكتاب عجبني قوي، كميه التدريبات والبتاع والكلام من ده، بس الورق ما كانش كده بصراحه، كان احسن من كده بكتير. بس كان طبعا سعره غالي جدا يعني، ايامها من 7 سنين تقريبا كان الكتاب ده ب 90 95 جنيه حاجه زي كده. تمام، فعشان كده انا بقول لك هو خامه الورق دي عشان ايه بس. فبصراحه شفت الكتاب من 7 سنين، ومن يومها من يوم ما نزل كونكت وكونكت بلس من 7 سنين تقريبا،
والكتاب ده حد جابه فشفته، فبصراحة عجبني قبل ما يبقى أصلا موجود ليه مناديب هنا، وقبل ما موجود ما يكون موجود ليه توزيع هنا وكلام من ده. فبصراحة كتاب عجبني جدا يعني، ومن يومها والله وأنا شغال منه، وكنت هرشح حاجة لحد، فهو الكتاب بصراحة ممتاز. مش هقدر أقول أكتر من كده والله، ده ما هو إعلان ولا مدفوع ولا بعمل إعلانات لحد سواء الباهر أو غير الباهر، والله ما بعمل إعلانات لحد لا بفلوس ولا غير فلوس. بس هو الكتاب فعلا أنا شايف إن هو كتاب ممتاز، مفيش في حاجة ناقصاه إن هو يكون الطب على الأقل في منهج كونكت وكونكت بلس. طبعا بالنسبة لإعدادي وثانوي إحنا في مناهج تانية، في كتب تانية بنشتغل منها، وإن شاء الله السنة دي مستنيين بقى كتاب الباهر في أولى إعدادي هيبقى شكله عامل إزاي. يعني هينزل برضه المنهج الجديد السنة دي أول سنة، فهنشوف إن شاء الله هيبقى المنهج الجديد عامل إزاي، والكتاب برضه هيبقى نظامه عامل إيه. بس وكده نكون خلصنا النهارده، وان شاء الله هنبدا تنزيل الفيديوهات الشرح من اول 1/8 على القناه على قناه اليوتيوب، وعلى بيج الفيسبوك انجليزي بالعربي شريف اشرف على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. فتنساش تعمل شير وسبسكرايب، وتستنى ان شاء الله من اول 1/8 هبدا انزل لكم شرح المناهج، بحيث ان احنا نخلص بدري ونلحق نخلص الكابتن المراجعه الجميل ده ماشي، ونحل شوية امتحانات بحيث ان انت تبقى داخل الامتحان ان شاء الله مش ناقصك اي حاجة. فانتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.